السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ بخير هانيين. اجي نديرو واحد الحريشه باش غنديرو الكوتي. باقي ما بدينا الصيام، نوينا ان شاء الله غدا. عندي هنايا السميده كيف ما كتشوفوا، هذه رقبيصه ديال الملح، السميده الحرشه، وعندي هنا شويه ديال سنيده. سنيده على حسب الذوق، كاين اللي كيبغيها حلوه، كاين اللي كي. وعندي كيس ديال الخميره الحلويات من فئه 8 غرام، غنديرو كامل. صورت لكم هاد النوبه من هاد الجيه على ود الفيديو ديال ضريبه. جا الشعه ديال الشرجم، غنديرو هنا الزيت. وعندي هنا باش ما ديرش لك الحرشه وتفرتت، كنديروا الراس ديال المعلقه ديال الخميره معجونه صافي. وكن نخلطوا هذا الشيء كامل. كنلبسوها حتى هي كامله بالزيت. وعندي هنا المقيله، مقله ديال مقله ثقيله. بغيتي انتي تستعملي مقله اخرى، عفوا غديري مقله اخرى اللي دهنتها حتى هي بالزبده احتياطا باش ما تلصقش ليا الحرشه. ودردرت عليها شويه ديال السميده، ونبسبسها مزيان ونرجع معاكم حيت كنصور بيد وكنخدم بيد. هاي كيف ما كتشوفوا، بسبستها مزيان صافي. وغنزيد ليها الماء، الماء بارد. ما كنعجنوهاش، غير كنجمعو ونزيد الماء حيت غنخليها ترتاح شويه على ديك الخميره اللي ما ذوبتش. وغنخليها حتى تشرب هاد الكميه ديال الماء اللي درت ليها. صافي غنخليها واحد شويه ونقرصوها في المقيله. صافي اختي كيف ما كتشوفي، ها هي شربات هذيك لميها. دابا غنديروا ليها هكا هنا ونبداو نقرصوا فيها. كنزيدو شويه ديال السميده، نزدت هذيك السميده من الفوق. انتي بغيتيها تجي رقيقه كتنقصي السميده، كديري عينك ميزانك صافي. وكنجيب واحد سباتيل او معلقه وكنديروا ليها الجنيبات ديالها هكا باش ملي كتبدا تطيب ما تلصقش لينا في هاد الجنيبات وتعذبنا. صافي انا درتها فوق البوطه، واهم حاجه هي دير البوطه ناقصه. الا كانت البوطه مجهده عليها كتشقق دغيا دغيا صافي. وكنديروا لها واحد، ولا بغيتي تقبيها كامله تقبيها. انايا حيت عارفه هاد البلاصه هذه هي اللي كتنفخ،
كله كيعرف قياس برادو. هاد المقلة عندي انا اللي عارفة ليها. صافي وخليها وسيري ارتاحي وعاودي رجعي. بقيت قلبي فيها هكا بوطة هكا هكا، دوري 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 صافي حتى توجد وكتقلبيها على الجهة الاخرى. هاي اختي تحمرات لي من هنا وقلبتها. كتجيني هاد العيبة سهلة باش نقلبها. هاد القرادة هادي تندير لها ها ها، تنحطها فوق منها نعاود نقلب بالزربة. بغيت نصور معاك هكا انا كندير ليها باش كتبقى طايب. صافي كديك الساعة كتقول لي تتحكمي فيها كما بغيتيها. لكانو يديك تيستحملو الحرارة بحال يدي. ها صافي تتحمر كاملة. هاي الحرشة اختي وجدات كيف ما كتشوفي، كتجي محمرة من هنا ومن هنا، ويمكن لك تحليها ما كتهرس ما حتى شي حاجة. وانا مالين الدار كيبغيوها بنتي والزوج ديالي تيبغيوها شوية غليظة. انتي بغيتي ترقيها على هكا لك الاختيار. وحطي اختي صينيتك وتصنطي لعظامك وعرضي على راسك. ديما تنقولها لك عرضي على راسك. كنوجد هذا الشيء بكري وكنغطيه. الحبيبه ديالي بنيتي كتجي من المدرسه كتغدى تما وكيتغداو بكري، كتجي هي كتطلع كتحط الشكاكيره تتجي تشوف الطبله اش فيها. كنكون مغطيها بواحد الزويف كتكتشف عاد تمشي تطرف حالتها وتتجي. فرحوا وليداتنا. وكيف ما كنقول لكم ديما الحياه زوينه، نحمد الله ونشكره. عندنا القليل او عندنا الكثير، اللهم لك الحمد. اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال. وتفاعلوا معايا اخوتي، الصفحه ديالي ما كاينش تفاعل، ما كاينش. كندخل انا للتيك توك وتنشوف يعني التفاعل غير مع راكم عارفين بلي ما نقول. شويه ديال التفاعل هكا وهجموا عليا في القناه ديالي. راه كنصور معكم فيديو هنا وتنحطو تما ثاني، وكاين شي حوايج حطاهم في القناه ما كنحطهمش هنا في التيك توك. والبارطاج وقليبات الله يجازيكم بخير. كومونتيرات ديالكم الى فيديو قادم ان شاء الله.